عندما يأتي الزملاء ليجددوا الثقة مرة في أخرى. هذا هو الفوز الحقيقي، وإن شاء الله تنجح تاني بإذن الله، وألف مبروك. وده اللي فاز النهاردة كل من شارك في الانتخابات من الزملاء المرشحين وكذلك الناخبين هم اللي هم الفائزين، اللي احنا الجماعه الصحفيه الفائزه. في من كلف بالمسؤوليه ومن شارك واسرع العمليه الانتخابيه، كل الشكر لكل الزملاء اللي شاركوا، والزميلات طبعا الزميلات والزملاء الاول الزملاء الاول. وان شاء الله باذن الله التحديات كبيره، واحنا قادرين على مواجهه هذه التحديات مع بعض بمجلس متفاهم متناسق قادر على تلبية طموحكم بإذن الله. الله يخليك. لازم أعيد تاني إن أنا أشكر الجمعية العمومية على ثقتها فينا، وأشكر زمايلي اللي تعبوا معايا، تقول إن إحنا إن شاء الله هنكون عند الثقة دي وقد الثقة دي، وإن شاء الله إحنا عارفين إن إحنا بنقابل تحديات كتيرة في الفترة اللي جاية، بس إن شاء الله بإذن الله بتعاون المجلس وتكامل المجلس مع بعض إن شاء الله نقدر نعمل.